مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن مدحت، الصحة. يا رب تكون بخير يا ابو كبات. الله يخليك يا كابتن مدحت. يعني اكيد عايزين ندردش شويه كده يا كابتن حسام عن لقاء الامس، ويمكن انا في المقدمه بتاعتي ما اعرفش حضرتك كنت لحقت او لا، انا قلت من وجهه نظري الشخصيه انه افضل مباراه في تاريخ النادي الاهلي مع الترجي التونسي على مدار سنوات العمر اللي انا اتفرجت فيها على لقاءاتهم، افضل لقاء على الاطلاق من ناحيه الاستحواذ والسيطره والقدره والوصول لمنطقه جزاء الفريق المنافس وعدم وجود خطوره تقريبا على مرمى النادي الاهلي. ده كان رايي انا الشخصي، ولكن من المؤكد هناك بعض الاستفسارات يا كابتن حسام تسمح لي ان انا اسالك فيها. بدايه موضوع اشراك شريف عبد الفضيل طبعا هي البدايه دي بس هتبقى صعبه، يعني انا مش هقدر اخوض فيها كابتن مدحت قوي. نعم. لان حضرتك عارف طبعا يعني بفضل ان انا احتفظ بيها. انا بشكرك ان انت طبعا وصلني ان انت قلت رايك عن المباراه بالامس. نعم. وللاسف برضو وصل لي راي مصطفى يونس ومجد عبد الغني ما بيتكلموا على حته الظهير الايسر. اللي انا عاوز طبعا اوضحه ان موضوع اشراك لاعب في مكان ده بيكون نتيجه طبعا دراسه او نتيجه طبعا دراسه للخصم بشكل مطول، واحنا اتفرجنا على الترجي كتير جدا، وفي نفس الوقت بناء على طبعا معرفه للمدرب نفسه اللي هو انا باشياء معينه خاصه بالفريق، فبالتالي كان قراري في اشراك شريف عبد الفضيل للتعامل مع الجبهه المميزه اللي موجوده عند الترجي بالذات من الناحيه الدفاعيه، وشريف بيمتاز بالحته ديت، فكان طبعا الاراء مختلفه على الحته دي. فبقول يعني انا بس بشيء مختصر مش هقدر اخوض فيه اكتر من كده طبعا لمصلحه الفرقه. نعم. ان القرار ده بيبقى نتيجه طبعا اشياء كثيره ودراسه الخصم، وفي نفس الوقت احنا بنشوف عاوزين نتعامل ازاي، وفي نفس الوقت اعطاء حريه برضو لوليد اللي كان موجود قدام شريف في النواحي الهجوميه، فهو ده كان قرار اشراك شريف عبد الفضيل بناء على النقاط دي كلها. طيب يبقى نبتدي من الجزء الاخير، انه وليد يبقى له الحريه في الشوط الثاني. الشوط الثاني وليد رجع باك ليفت وبالتالي فقد الحريه الهجوميه اللي انت كنت بتفكر فيه. الحريه دلوقتي طبعا شريف عبد الفضيل اشتكى من انكر رجله. انا لو كنت غيرت باك بباك هيبقى عندي تغييرين بس، مش هقدر اغير يعني ثلاث تغييرات هجوميه، لان انا طبعا كنت متاكد من استمرار السيناريو بالشكل اللي كان موجود في الشوط الاولاني. تراجع فرقه الترجي وتحفظها ولعبها الزون، فلو كنت انا حطيت باك بباك يبقى انا بالعكس انا يعني خسرت تغيير، لان انت لو شفت حتى وعملت حصر للوصول اللي وصله وليد في الشوط الثاني من الجبهه اليسرى والكورسات اللي عملها هتلاقي اكثر من الكور العرضيه اللي عملها في الشوط الاولاني. نعم. الشوط الثاني، وبالتالي كان عنده حتى حريه، ما كانش فيه ضغط هجومي على وليد، فلو كنت انا حطيت باك يبقى انا كنت هخسر تغيير. انا امبارح غيرت ثلاث تغييرات هجوميه. نعم. لو كنت حطيت باك ثاني كان هيبقى عندي تغييرين بس، وده ما كنتش انا محتاج كده في اخر المباراه. دليل على كده ان انا جبت الهدف بتاعي في الدقيقه 88. ويمكن حتى ما فضلت ان انا اعمل تغيير في نص الملعب واشيل ديفندر موجود عندي، خليت عبد الله السعيد برضه بنفس السيستم يبقى موجود جنب حسام عاشور، لكن حسام كان هيعمل عمق هجوم دفاعي شويه عن عبد الله، لكن عبد الله بيجيد ان هو يزيد تحت الناس الموجوده، عبد الله بيجيد انه يشوط، عبد الله بيقدر يبقى بلاي ميكر، فما يعني كان كل فكر ان انا يبقى في ضغط هجومي عن طريق اللعيبه اللي موجوده ما نقص عددهم من الناحيه الهجوميه. جميل. طيب تصورك فيما يتعلق باستبدال الخاص بحسام غالي يا كابتن حسام؟ حسام غالي زي ما بقول لك يا كابتن كنت لابد ان انا اعمل تغيير هجومي برضه. في نفس الوقت كان هيبقى على حساب مين؟ ما ينفعش اطلع اي حد تاني الا ان انا الجا للديفندر الموجود عندي، على اساس كان في تراجع في فرقه الترجي بيقوموا بهجمات هجمات مرتده بعدد قليل عن طريق راس الحربه، واحد من الموجودين الاثنين بوعزي او فوام، ما حدش بيقطر عن كده يعني، واحد من الجبهه اليمنى او اليسرى عن طريق مع راس الحربه، فكان يكفي جدا الباك اللي هو بيبقى موجود في الناحيه العكسيه ومع واحد من الديفندر، فكنت انا لجأت طبعا ان انا ازود الناحيه الهجوميه عن طريق ان انا طلع حد من الديفندر وانزل لاعب هجومي اخر مع الاحتفاظ بعبد الله السعيد، لان ما كنتش ينفع اطلع عبد الله السعيد، ان عبد الله بيشوط الكور الثابته، عبد الله بيشوط الكور المتحركه، عبد الله بيقدر يبقى بلاي ميكر بجانب ابو تريكه، فلجأت ان انا اغير حد من الديفندر الاثنين فغيرت حسام غالي. طيب نروح يا كابتن للجزء الهجومي في بدايه المباراه وانت بتلعب على ملعبك ووسط جماهيرك، هل ما خطرش في ذهنك